بسم الله الرحمن الرحيم. كتيبة وارس براتا عملية بركان الغضب يوم 25 سبتمبر يوم الأربعاء. هذا اليوم هذا العدو هذا اللي تقول عليه جيش. هذا الجيش جيش يهودي روسي. هذا هو ما أشوف شي يجينا عندهم سياراتهم. قالت في حد يفهم فيها بالك؟ احنا من اللغة العربية واحنا ما نعرفوهاش. شوف خرايط علامات ورموز صور لولادة. هذا ولده ولا اليو شنو تيهود كلاب. هذا الجيش جيش من الملحدين. هذا شنو المسيح فلوس سوريين عملة أجنبية خلطة. شوف للغام للغام هذه يعني هذه خدمة شنو هذه. هذا الجيش هيك يخدم بالحاجات تاعي. كان الجيش هذا من هو هو أسلاك كهربائية. هذه خدمة إرهاب. هذه هم الإرهاب بعينها هم. هذا شنو حاجات مش مهم. شوف حتى الحبوب حاجات مناش هذه حتى في عمري شفتها الصيدلية يعني تطلع هذه. لا مش مفهوم بكر شنو هذا. هذه كلها مستندات ومورق كتابات حتى مش معروفة شنو هي. يا جروبا هذه ساعات الله يرحم الرجال اللي ماتوا في مجلس الدفاع عن طرابلس عن الوطن. الله اكبر شنو حاجات هذه مش مفهومة. المهم نبي نقول لكم يا قرمطي انت ويا ويا حوافر. هذا الجيش يلي يا مداخله بديت كلام موجه المداخله لان هذا اللي شديناهم ويسرناهم لقيناهم عاد يدعون انهم مداخله. ايش ندير هذا هو وين هو تليفونه هو هذا نوريك تليفونه مزال تليفونه هو فيه عنده حاجات حتى في التليفون يعني يوم وين اجيب لي الهاتف. اعطيني هاتف هات ايه ندير لي صوت ولده خلفي ولده.